وزير الماليه هاني ادري دميان قال بالفعل انه تم استقبال هذه المنحه وصلت، والمنحه دي المنحه اللي هي مليار دولار هتساهم في سداد، يعني احنا خدناها منحه من دوله الكويت وهتساهم في سداد السندات القطريه اللي هي قيمتها 2.5 مليار دولار اخر هذا الشهر. اهم المؤشرات، العجز الكلي كان حوالي 255 مليار جنيه، وده بيعادل 12.8% من الناتج المحلي مقابل 13.7% في عام 12-13. انما كان قد استفاد بشكل كبير من المساعدات والمساهمات الكريمه التي جاءت من الدول العربيه، السعوديه والامارات والكويت، وجاءت في صورة مساعدات مالية في حدود 3 مليار دولار، والباقي كان في صورة مساعدات بترولية. والنهج الذي اتخذته الحكومة والدولة عند إعداد موازنة 2014-2015 إن نسيطر على عجز الموازنة العامة من خلال إجراءات هيكلية حقيقية تؤمن سلامة مسار المالية العامة في مصر، مع الأخذ في الاعتبار أيضا الإقدام بشكل قوي ومباشر في مشروعات التنمية، وعلى رأسها مشروع محور قناة السويس اللي ابتدى بحفر الممر المائي الموازي للممر القديم، وما سيتبعه من إنشاء لمناطق لوجستية ومناطق خدمية وصناعية وأيضا مراكز سياحية على شط القناة.